سبحان الله تغطية عين الخروف، تغطية عيون الخروف سبحان الله العظيم، له أثر عجيب عجيب في استسلام الخروف. نعم. يعني العيون، وهذه آية من آيات الله، إنك إذا سكرت عيون الخروف يخلد للراحة مع الذكر وتكرار الذكر سبحان الله. شوف اثنين الحين اللي بيقومون، شوف نشاطهم، شوف الشباب اللي معانا، تعالوا ورا، تعالوا شباب، شكرا لكم، جزاكم الله خير. شوف سبحان الله العظيم تغطية عيون الخروف، شوف شلون اثنين الناس يقعدون 5-6 عشان يشلون خروف واحد، ولا لا يا أحمد؟ صحيح أحمد أبو سمرة جزاك الله خير، لأنه هو تحداني. وش تحديتني فيه؟ تحديت أنك تطرحهم على الأرض اثنين. إيه اثنين بيدين. شوف بالضبط. ترى كل واحد سمعين، ركز. إيه نحضره. خلاص خلاص. إيه نتركهم. إيه خليهم يشوفونهم. يلا يلا قم. شوف شوف نشاطهم، شوف نشاطهم. لحظة شوف نشاطهم يا أحمد. إيه والله خليكم عشان يشوفون الشباب. معناته السر تغطية العين. اي تغطية العين ثم التسمية. عشان كذا هذه نصيحة منك يا احمد. نعم ابو سمرة، نصيحة للعالم كله، لمن يذبح غطي عين الخروف، غطيه غطيه ثم سم، والله بسهولة. طبعا متى حنقول؟ قبل السكين طبعا، اذا جات السكين وبدأ الالم طبيعي انه بيتحرك، بس فرصتك حلوة جدا جدا. ثبت الخروف، تختار مكان الذبح عشان ما تعذب الخروف بالضبط. لانه بعد عافس مسكين ويضغطون الخروف، واللي بركبته واللي بكوع واللي حوسه. فجزاك الله خير احمد، تحدى. ايه؟ وفينا ولا لا؟ لا تمام. خروفين مره ما يحتاج. تبي ثلاثة؟ لا لا بس 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 بس. جزاك الله خير يا احمد. شكرا شكرا، جزاك الله خير.